كابتن أسامة، ألف مبروك، 3 نقاط غالية للنادي الأهلي. طبعا ألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين. فوز غالي جدا لأنه اتأخر لغاية تقريبا الدقيقة الأخيرة، فوز مستحق خاصة في الجزء الثاني من الشوط الثاني، يعني آخر 25 دقيقة الأهلي لعب بشكل مختلف حتى من حيث الروح ومن حيث الضغط بكثافة على فرقة البلدية. حتى الزيادة العددية اللي بلال كان بيتكلم عليها، مستر كولر ابتدى يزود وابتدى يطلع لعيبة من نص الملعب، وزود كهربا جنب مودست جنب كهربا داخل ال 18، خلى قفشة وأكرم توفيق بس في نص الملعب، وحسين الشحات من ناحية الشمال، وأكرم وكريم فؤاد من ناحية اليمين، وضغط بكثافة جدا على فرقة البلدية. والبلدية رغم ان لعبت ال 20 دقيقة او ال 25 دقيقة الأولى في الشوط الثاني بشكل مميز وضغطوا على النادي الأهلي وجابوا جون حلو، لكن ابتدوا يدافعوا لتحت من بدري قوي. والأهلي بطبيعة تاريخه وطبيعة لعبه وطبيعة إصراره على الفوز دايما وانه بيلعب على المركز الأول، ابتدى يجازف بصورة كبيرة جدا. عمر كمان لما نزل كمان عمل جبهة ناحية اليمين كويسة جدا، وزاد زود الناحية الهجومية وجاب الجون الأولاني. فالضغط بكثافة داخل ال 18 على لعيبة البلدية خلاهم يقعوا في أخطاء. صحيح الفوز جه في الدقيقة الأخيرة، لكن قبليها النادي الأهلي في كورتين ثلاثة كان ممكن يعني يحسم بيهم اللقاء قبل الدقيقة الأخيرة، بس هي جت في الدقيقة الأخيرة توجت الربع أو العشرين دقيقة للنادي الأهلي. صحيح. ضغط فيها بكثافة وخلق أكتر من فرصة وأكتر من كورنر، فكان واضح أن الأهلي قريب من المكسب، بس هيجي إمتى هو. صحيح. ربنا كافئنا بيه في الدقيقة تقريبا الأخيرة، وده النادي الأهلي متعود عليه، يعني ماتشات كتير جدا في تاريخنا وبطولات كتير جدا في تاريخنا كسبناها في اللحظات الاخيره، لان دايما عندنا تصميم على الفوز. فالحمد لله ومبروك، الحمد لله رب العالمين، وعقبال اللي جاي ان شاء الله.